السلام عليكم خوتنا المشاهدين. اليوم غنهضروا على نعيمة البدوية، هي وهذاك السيد برطوط اللي مكنينو بهذا الاسم. هذا خرج في واحد المنبر اعلامي وهو كيقول بلا نعيمة البدوية قالت لي الا بغيتي ندعمك تعطيني 5000 درهم، يعني 100000 ريال، وخاصك تشد النوبة تتلحقك الوقت. السيد ما فحالوش، ما عندوش، كان مسكين الله يعفو على الجميع في السجن، وخارج باغي يدير زعما قناه. قال حيت القناه فيها الفلوس قال نعيش منها، ندير خدمه شريفه. ولكن السيده نعيمه البدويه هذا هو الطلب اللي طلبات منه، هو طلع لي الدم وطبيعه الحال ما عندوش الفلوس، وغادي يتسنى، هو باغي يبدا يخدم دابا على قناته باش يتخلص وباش كلشي، وخاصو يتسنى واحد الشهر ولا شهرين حتى توصل النوبه، وهو اش غادي ياكل من هذاك الوقت. وهو ينوض عيط على هذاك المنبر الاعلامي وهو يبدا كيحكي ليه هاد المشاكل اللي عنده. قال انا واحد السيد كنت في السجن وخرجت وتبت وبغيت ندير قناه، قلت انا زعما نخدم عليها، عدو دوك الامثال، عدو زعما عدو تو يدير محتوى فيها، كاع الناس جالسين باركين يخربقوا وعندهم قنوات طالعين تو يخربق فيها. ولكن السيده نعيمه البدويه طلبات منه يعطيها 5000 درهم ويبقى شاد النوبه. هاد الشيء اللي عصبه ومرضه، وهو اصلا باغي يدير عمليه على الفدق، وقال لهم انا دابا زدت عصبت وزدت طلع لي الدم وزدت ما بقاش خلا بقيت قادر نتحمل، وهذا الشيء علاش ناض عيط على المنبر الاعلامي وبقى كيتشكى ويعاود همه وغمه. انا كنوجه واحد الرساله لصحاب القنوات كاملين اللي عندهم قنوات، علاش ملي كيمشي شي واحد باغي يبان معاكم كتنوضوا تقولوا لي عطينا الفلوس؟ واش ما كتحشموش؟ واش هادوك النيت اللي كيمشيو عندكم راه هما منهم من اللي متبعينكم، وهما اللي مطلعين لكم هذيك القناه باش كتشدوا ديك 3 المليون، 4 المليون، 10 المليون؟ علاش كتنوضوا وتقولوا ليهم عطيونا الفلوس؟ خاصكم تدعموهم خلا داك غراتويت بلا فلوس بلا حتى شي حاجه. اللي مشى عندكم وطلب المساعده الا وهو محتاج ليها وبركه غير يقولها راه خلا داك صافي طيح من قيمته وطلبك باش يدوز معاك، وحتى انت هي راه غادي تستافد ولا هو غيستافد، كاع صاحب القناه او صاحبه القناه ملي يجي عندك هذاك الانسان ويجلس حداك وتقولي ليهم هذا السيد هذا راه باغي عنده قناه وتسجلي معاه فيديو، حتى انت راك رابحه على ظهره، انت اصلا انت غادي تربحي بداك الفيديو. اصلا هادو هما القنوات كاملين اش كيخربقوا في هذوك القنوات عندهم، كيجلسوا كيبقاو يعاودوا لنا في مشاكلهم ولا كيحطوا كاميرا وداو طيبه عادي. هذاك الفيديو اللي غديروا مع داك الانسان راه حتى هو غيدوز بحاله بحال هذوك الفيديوهات، هو هذاك الانسان غادي يستافد، غيشوفوا شي ناس واخا غير 2000 بعدا يبدا بيها يدخلوا عنده، وتايا غترزق على ظهره وغادي تشدي دوك الفلوس بداو لهداك الفيديو اللي داز فيه هداك السيد. علاش ما كتبغيوش تمدوا يد المساعده وعندكم ما خاسرين والو، ما خاسرين حتى شي حاجه. هادشي اللي كيبقى فيا انا، اصحاب القنوات الكبيره راكم ما خاسرين والو، غادي تشدوا هداك الانسان تجلسوا وحداكم تي 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 القناه هذه، وغينوض السيد يمشي بحالو، تقدر تصدق ليه تقدر ما تصدقش ليه. حنا نعيمة البدوية قالت بزاف دعمتهم وخلصوني، ولكن مني كتلقى قناتهم هي ما كيدخل عندهم حد، كينوض يقول لها ردي لنا فلوسنا راه حتى واحد ما تخلينا. ايوا هادي تبان لك النتيجه، هذوك الناس راه كيديروها بحال لعبه، صادقه يا ما صادقاش. ملي غيدوز معاك راه ماشي مضمون 100% غادي هو يولي يدخل 100000 مشاهده في النهار، راه حتى هو خلا داك سويرتي مولانا يقدر طلع عليه المشاهده والناس تدخل، يقدر ما تدخل عندو حتى شي واحد. علاش بنادم كيحسد بعضياتو؟ علاش بنادم كيبغي غير بوحدو ديك الماكله ياكلها، ما يبغيش خوتو ياكلو معاه؟ خاص الواحد عطاه ربي واحد الخبيزه ماشي انا نشدها بوحدي وانتوما بعدو مني. واكثريه هاد اليوتيوب بالذات حيت راه بالمشاهدين باش كتدخلوا الفلوس، وبهذوك اللي كيتفرجوا فيكم باش نتوما كاينين، حيت الا ما كانوش اصلا ما كاين والو. داكشي علاش خاص المتبع يزيد يبغيكم ويحبكم ملي كيشوفكم تلقاو ديروا الخير. اما الواحد لا بقى يقول لك هذا ما كيديرش فيا الخير، والاخر يقولك ما غيديرش فيا الخير، راه حتى واحد ما غيبقى يشوفكم. الواحد راه ماشي
كيتفرج فيكم حتى هو غير فابور، راه كيمشي شارجي، كيخلص الويفي من الشهر للشهر، كيخسر البطارية ديال التليفون، غادي يضرب عامين وغادي يخسر، والبطارية ديالو غادي تموت حيت جالس كيتفرج فيه. الواحد حتى هو خاسر، راه اي واحد هذيك 100,000 اللي كتفرج في الانسان راه خاسره، ماشي ما خاسرهش، ولكن ملي ديك 100,000 غيجيو منها جوج باش يطلبوا المساعده كيجري عليهم داك اللي كيتفرجوا فيه، يقول لهم سيروا بعدوا مني وما تبرزطونيش وديروا النوبه وعطيوني الفلوس. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا الشيء خلى داك ما يقبلوش العقل وما يقبلوش القلب. انا كنوجه رساله ماشي غير ناعمه البدويه، عموما كاع اي واحد عنده قناه في اليوتيوب وجاو عندو ناس مساكن باغين الدعم ندعمهم فابور، غادي تصدق ولا ما تصدقش، غادي بنادم يشوفهم ولا ما يشوفهمش، بزاف ديال بنادم بان وما جابش ليه ربي الزهر وبقى طايح في بلاصتو ما طلع ما تفرج فيه حتى واحد، وبزاف ديال الناس غير بان غير رمشت عين مع شي انسان ودار بوم طلع هو اكثر من هذاك اللي بان معاه. هذا اليوتيوب سويرتي مولانا لعبه حظ، كاين اللي كيصدق معاه وكاين اللي ما كيصدقش معاه، ما كاين علاش الواحد يبقى حاسد واحد. انا غادي نجي غادي نعطيك 5,000 درهم غنتسلف غنتكلف، هو السيد قال انا ما راقيش حتى باش نخلص لك، راه السيده اللي كاريه لي سامحه لي في شهرين دابا كتسنى فيه حتى يحن عليه الله، هو غادي يمشي يتسلف ويتكلف زائد الكرا زائد الماكله زائد المعيشه ويعطي لهذاك الانسان ولا الانسان 100,000 ريال وغيمشي يجلس حداه، يقدر يدخل ديك 1,000 يدخل ديك 2,000 ما عجبهمش المحتوى يهربوا من عنده، هو شنو كسب؟ والو، مشى ليه كلشي، خلى داك الذي دي لحب الملوك. خاص الواحد يفكر في هذا الشيء قبل عاد يطلب من الانسان اعطيني واعطيني، راه حشومه وعيب وعار. كون كنت انت غادي تخسر شي حاجه ولا غادي تكلف ولا غتركب وغدير المازوط وغتمشي حتى لعندو وغادي تقدا وتدخل ليه، الا عطاك شي حاجه بينك وبينه لله سبيل الله بعدا راك خسرتي، اما باش هو يتكلف ويتسلف ويركب ويجي حتى لعندك ويتقدا يدخل شي حاجه في يده وتقول لي حط لي الفلوس تما الفوق، هذه راه ما يمكنش، خلي هذاك هذه راه حلم. وتصدق ولا ما تصدقش، كاينين اللي كيطلعوا لي من قنوات وكاينين اللي ما كطلع لي مسكين لا قناه لا والو، كاين اللي مسكين كيجيبها خلي هذاك غير في راسو وفي جيبو ويقعد مسكين خلي هذاك يتسنى. خاصنا حنا نكونوا مساعدين مع بعضياتنا وخاصنا حنا نكونوا فاهمين باش ربي يكبر لنا ديك الخبيزه ويرزقنا من حيث لا يحتسب. ونتمنى هاد الرساله ديالي تكون واضحه، ماشي غير ناعمه البدويه، ناعمه البدويه كنحييها من هنا، سيده متابره وطلعات بكتافها، ولكن الا جا عندها شي واحد ما تقلش عليه بحالك وتعطيني الفلوس وتشد النوبه وهذا الشيء، حتى هي ضربه التماره وتحس بداك الضعيف اللي بحالها. وتحيه للجميع وشكرا على المشاهده، واللي عجبو الفيديو وبان ليه هاد الكلام لائق يقولها ليا في الكومنتير، ومع السلامه.